سيداتي وسادتي، قدم لكم الغلاف العربي الرسمي للعبة Ghost of Tsushima. شباب تعرفوني ما أحب أتحلطم، أو يمكن شوية أحب أتحلطم، ولكن شنو هاي؟ حتى ما دخلوا فوتوشوب، ما تعبوا روحهم، بس راحوا مايكروسوفت بينت كتبوا شبح تسوشيما، وأول فونت الديفولت فونت بس خلوه هو، هذا هو كما هو. يحسسني شوي أنك تهتم وأنك بذلت شوية جهد وأنت قاعد تصمم هاي اللوجو العجيب. يعني أبدا ما تعبوا روحهم. يعني شوفوا التصميمين الفان ميد اللي حصلتهم على تويتر، شقد احسن من هاي التصميم اللي للاسف ما اقدر اسميه تصميم حتى. شوف شلون خلوا الفونت يكون تصميمه نفس التصميم الاصلي اللي في الغلاف الانجليزي، وشلون استخدموا واستغلوا شعار اللعبه وخلوه جزء من الكلام والتصميم. يعني شغل متعوب عليه وفكروا شوي وهم يصممونه. انا واحد بعتمد وبطبع الغلاف الفان ميد وبستخدمه من بدال الغلاف الرسمي للعبه من الشركه اللي عندها الاف وملايين اللي كانت تقدر تخصصها حق مصمم يصمم لهم شعار محترم. اي تصميم الفان ميد عجبكم شباب اكثر كتبوا لي في الكومنتس، واحد ولا اثنين، هم اثنيناتهم ممتازين واحلى من الشعار الرسمي.